يعني لي كثير اشياء، لانه هو رساله يعني لكل بنت صبيه مبلش جديد بحياتها وبتشوف حالها على المرايه انه هي حلوه، واهلها واصحابها بيقولوا لها انه هي مميزه من هي وصغيره، ما تنغر بجمالها. الحياه اصعب بكثير من الشكل الحلو، يعني لازم تكون كثير ذكيه، لازم كثير تشتغل على حالها، لازم ما توقع بالمتاهات يلي بيحفروها غيرها لإلها، فتفكر اكثر. واهم شيء انها تسمع نصيحه اهلها، يعني هيدا عن جد انا من روبي هيك عرفت اكثر واكثر قيمه الاهل. على طول بنقول انه لك هن اكبر منا وما بيفهموا قدنا، نحن انه تطورنا وهن بعدهم بيحكوا مثل ايام زمان. لا عن جد انا صرت ام وصار عندي بنت وبخاف عليها تماما مثل ما امي وبيي بخافوا علي. فبتمنى انه يكون عبره لكل صبيه وعم تحضر روبي، وهو بنفس الوقت اكيد يعني مسلسل رائع من كل زاويه، يعني مش بس كقصه روبي، في زوايا كثير بيحكي عنها غير الممثلين. انا كثير مبسوطه اني اشتغلت معهم، مبسوطه اكثر اني اشتغلت مع رامي حنا كمخرج، كلوديا مارشليون هي حبيبتي يعني صديقه يلي بشتغل معها يوم بعد يوم بمسلسل بعد مسلسل. اديب خير بوجه له تحيه كثير كبيره وبتشكره كمنتج منفذ انه عطى ثقه كبيره للدراما اللبنانيه، وان شاء الله نقدر نوصل اكثر بالدراما اللبنانيه للعالم العربي كله. انت وصلتي قبل للعالم العربي من خلال تمثيل بمصر، وكان عندك فيلم ناجح مع برمضان مبروك ابو العلمين حموده. هل بتشوفي انه هيدا الممثل هالمسلسل عفوا هالتنوع الموجود فيه اليوم رح يعطي بوش او دفع اكثر للممثلين اللبنانيين لينطلقوا اكثر للعالم العربي، لانه عندنا قدرات ممتازه؟ هناك كل فرصة لازم الإنسان إنه يعني يستفيد منها. أنا قبل رمضان مبروك كمان بدي أحكي كدراما لبنانية، هو طبعاً سارة بعد رمضان مبروك كمان وصل، يعني اشتروا أكثر من محطة عربية ونشاف بمصر ونشاف بسوريا ونشاف وين ما كان بالخليج العربي عبر الـ MBC كمان. فأنا كثير فخورة بالدراما اللبنانية، وبدي أقول إنه إيه يعني قد ما قدرنا وصلنا، قد ما بنكون نحن عندنا فرصة إنه عم نستفيد منها وعندنا هيك طموح عم نقدر نحققه يوم بعد يوم. سيرين، يقال انه الممثل اللبناني ينقص اداره، هل بتوافق هذا الراي؟ مش دائما، يعني اوقات كثير مثلا المخرج اللبناني نوعا ما، يعني انا بوجه تحيه كثير كبيره مثلا لسمير حبشي اللي انا بشتغل معه اكيد بحبه كثير، هو استاذ يعني بكل معنى الكلمه. هو بوجه يعني كثير مهم عند الممثل، خليني انا احكي كثير حلوه الصوره انه يشوفوها المشاهد، بس كثير مهم عند الممثل انه يكون في عنده اداره ممثل مهمه، وسمير حبشي واحد من هالاشخاص. بس هل يا ترى في حدا غير سمير حبشي بلبنان؟ يعني انا برايي صعبه، في اشخاص مبلشين جديد انا بشوف حالي فيهم مثل فيليب اسمر مثلا، انا بشتغل معهم بالدراما. فبتمنى انه يكون في اكثر من سمير حبشي بلبنان يعني، وتماما مثل ما في بسوريا اكثر من مخرج، يعني كل واحد عنده افكار وعنده رؤيته. سيرين، اذا بدك تدعي المشاهد العربي عبر الكاميرا تقولي له يتابع المسلسل بكلمه مختصره، شو بتقولي له؟ مسلسل مشوق رح تحبه كثير، اوعى ما تهيبه.